ديمقراطكم ملاديتش الملقب بجزار البوسنة يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية الجمعة المقبل بعد وصوله الثلاثاء إلى سجنه في لاي. عملية اعتقاله وتسليمه تحتل صدارة الأحداث في صربيا، حيث يعتبره القوميون الصرب بطلا قوميا تمت خيانته من طرف الرئيس بوريس تاديتش. المحزن في الأمر هو أنه مريض، ربما مشلول نصفيا، وبدلا من معالجته سوف ربما سينتهي مثل ميلوزيفيتش. لو لم يوجد ملاديتش في البوسنة وحوالي سربيبينيتشا لما وجدت جمهورية صرب البوسنة. كلام فارغ، لقد باعوا شعبنا مقابل درهمات ولم يحصلوا على شيء. وكان نحو 10,000 من قوميي صرب البوسنة تجمعوا في مظاهرات تضامنية مع ملاديتش ونددوا خلالها بما اعتبروه خيانة من رئيسهم بوريس تاديتش لشعب صرب البوسنة.